اهلا بيكم. منطقه شق الثعبان اللي بدا الاهتمام بها مؤخرا جدا يمكن كونها احدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام في العالم اجمع، مش بنبالغ. تخيلوا المنطقه دي في مصر كانت فين وبقت وهتكون فين الفتره القادمه. ده اللي هنعرفه في او عن هذه المنطقه في هذه التغطيه الشيقه، واستاذنكم وانا بتكلم تتفرجوا على حلاوه الصور اللي ورايا دي وجمالها من منطقه شق الثعبان. طيب بداية، هذه المنطقة بتقع شرق طريق الاكستراد بعمق يمكن 5 كيلومتر لحد كده حدود محمية وادي دجلة شرقا في منطقة ترى المعادي، وبتتكون من 3 مناطق: قدسيكة وبدر الليثي وشق التعبان. كمان مساحة منطقة شق التعبان حوالي 1608 أفدنة بمساحة تقديرية بنتكلم في 6.5 مليون متر مربع بطول وجهة على الاكستراد، يعني تقريبا 1 كيلومتر يعني تقريبا. طيب هو في كام مصنع موجود في منطقة شق التعبان؟ يعني بتحول منطقة شق التعبان يمكن على حوالي 1800 مصنع وورشة تصنيع وتصدير الرخام اللي يعني بيجي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة، طبعا في السويس والبحر الأحمر وأسوان. طيب في سؤال بقى مهم، كام عدد الأيادي العاملة في هذه المنطقة؟ طيب منطقة شق التعبان اللي بيعمل فيها تقريبا بنتكلم في 45 ألف عامل من العمالة المباشرة، وتقريبا يعني قرابة 100 عامل من العمالة الغير مباشرة، وده رقم كبير جدا. وبيتم تنفيذ يعني أو محافظة القاهرة بتنفذ خطة لتطوير منطقة شق الثعبان بالتزامن مع تقنين أوضاع أصحاب المصانع. يعني أغلب المصانع الموجودة في المنطقة يعني تم بنائها على أراضي يعني أملاك الدولة، تشمل يمكن خطة تطوير المنطقة إنشاء يعني طريق كده بيصل الدائرة الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد كمان لتخريج عمالة فنية مدربة، وإنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية بتضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية بتشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة وإقامة يمكن مصانع لتدوير المخلفات الصناعية علشان يتم الاستفادة منها. كمان في كمان فكرة توصيل المرافق العامة وشبكات المية والصرف للمصانع ورصف الشوارع. طيب في نقطة هنا مهمة ضروري نقولها، إنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد على إنه جاري تقنين أوضاع المصانع والورش في هذه المنطقة وتسليمهم عقود موثقة، وقال إنه يعني هيتم إتمام إجراءات تقنين وتسليم العقود النهائية، يعني أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة. طيب كمان بدورها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم وهي نائب محافظة القاهرة للمنطقة الجنوبية إنه أجهزة المحافظة انتهت من تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة شق الثعبان، وتم رفع استحالة اللي هي مخلفات تصنيع الرخام يمكن كانت بتبلغ 50,000 متر مكعب من المخلفات. محافظ القاهرة كمان أكد أنه الهدف الرئيس من تطوير المنطقة هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، يكون في تعظيم للموارد الخاصة بالدولة، يكون في فرص عمل، ودي نقطة مهمة جدا إضافية كمان، وتقليل كافة المعوقات اللي ممكن بتواجه المستثمرين في المنطقة، يكون في تحقيق الاستقرار أكتر وتحسين البنية التحتية والمرافق. وأشار يمكن كمان أنه أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام للجرانيت طبقا للمخطط، ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق زي المية زي الصرف الصحي زي رفع كفاءة الكهرباء. يعني يمكن تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمنطقة وتصميم شبكات المية والصرف الصحي بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة. طيب استكمال المرافق يعني المية وصرف صحي وكهرباء وطرق وإنشاء طريق يعني بيوصل الطريق الدائري الإقليمي لخدمة طبعا زي ما قلنا أهالي المنطقة الصناعية، وإنه يكون في مدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، ده إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية بتضم فروع البنوك المختلفة وتوكيلات الملاحية بورصة للرخام، إنشاء منطقة لوجستية بتشمل مكاتب للشحن للتفريغ زي ما قلنا، نقطة إسعاف إطفاء وكمان قسم شرطة، وكذلك إنشاء مصانع لتدوير المخلفات.